أهلا بكم من نيويورك هذه المرة وليس من واشنطن، ومن أمام جامعة كولومبيا التي تشهد اعتصاما لعشرات الطلاب الذين يطالبون بوقف الحرب على قطاع غزة وبتطبيق وقف فوري لإطلاق النار هناك وبانسحاب جامعتهم وبسحب كل استثماراتها من إسرائيل، هذا فضلا عن السماح للمعتصمين بالبقاء في حرم الجامعة لتطبيق مطالبهم. هؤلاء المعتصمون تهدد سلطات مختلفة من بينها فيدرالية لا صلة لها بالأمر باستحضار قوات فيدرالية إلى هنا، لكن الأحدث في هذا هو أن ولاية نيويورك رفضت ما قال رئيس مجلس النواب مايك جونسون بأنه خيار أفضل بجلب قوات الحرس الوطني إلى هذه الجامعة لإخراج هؤلاء المتظاهرين. هذه التظاهرات ليست حكرا على نيويورك بجامعتيها كولومبيا وجامعة نيويورك، بل امتدت أيضا إلى جامعة جورج تاون وجورج واشنطن هناك في العاصمة وكلية إيموري في أتلانتا، فضلا عن أخرى في تكساس وولاية كاليفورنيا. هذه التظاهرات تشكل جزءا من محاولات الاحتجاج التي ينفذها مناصرون لفلسطين في عدد من الجامعات الأمريكية، وتبعت تظاهرات كثيرة كانت قد شهدتها المدن والولايات الأمريكية المختلفة خارج الجامعات. في هذه الحلقة نبحث في هذا الأمر ونستضيف إليوت مولين، وهو المحلل السياسي والخبير في حقوق الأقليات واليهود، وأيضا بإريك هام الذي ينضم إلينا من واشنطن لنستمع إلى رأييهما بهذا الخصوص. سنحاول أيضا أن نستضيف معنا هنا في نيويورك من أولئك الذين يحتجون ويعتصمون داخل الجامعة وإن تعذر الأمر حقيقة لكثرة الاحتجاجات أمام هذه الجامعة والتظاهرات من كل الأطراف في حقيقة الأمر. أبدأ معك بداية سيد مولين، ما هي أبعاد هذه الاحتجاجات وبرأيك هل أصبحت تشكل خطرا على الجامعات بالرغم من تأكيد المنظمين بأنهم لا يستهدفون اليهود ومن ضمنهم جماعات يهودية؟ لماذا يضطر شخص كمايك جونسون ليقول بأن هناك حاجة لاستدعاء الحرس الوطني؟ لا أعتقد بأننا بحاجة إلى الحرس الوطني، ربما شرطة نيويورك هي التي تتعامل مع هذا الوضع، وأيضا جامعة كولومبيا للسماح بفعل ذلك. كان هناك طبعا حاخام وقال بأنه في عيد الفصح دعا لأن يتم فقط طبعا بإخراج اليهود لأنه ليس آمنا. طبعا أنا أحترم الدستور وحق التظاهر وحق الحرية عن التعبير، وهذا من نسيج مجتمعنا، ولكن التداعيات ربما ينبغي النظر فيها في تأثيرها على اليهود. نعم، عندما تتحدث عن التداعيات ما هي هذه التداعيات؟ الآن أقف أمام جامعة كولومبيا، هناك تظاهرة ليهود مؤيدين لفلسطين وآخرين معارضين أو يدعمون إسرائيل داخل الجامعة، هناك اعتصام، وتبدو على الأقل حتى الآن الأمور تسير على ما يرام. ماذا تقصد بالتداعيات؟ أنا أعرف بأن على سبيل المثال بالأمس كان هناك أحد القوميين البيض قد دعم تلك المظاهرات، وأعرف بأن اليهود الطلاب لا يشعرون بالأمان، وجامعة كولومبيا لأنها مدرسة خاصة وطبعا الدستور هناك ربما لا يطبق تماما. إذا جامعة كولومبيا عليها أن تعتني بأمان وسلامة الناس الذين يشعرون بالتهديد، وسمعنا عن تقارير بأنه تم الهجوم على طلاب في العديد ومنها في جامعة ييل. هذه التظاهرات ينبغي ضمان بأنها سالمة وأن يتم احترام الجميع. نعم، هناك تقارير حقيقة من كل الجهات تتحدث عن اعتداءات على أطراف، وهي أمور عادة تحدث في مثل هذه المظاهرات. إريك في واشنطن، هل تعتقد بأن ما يجري الآن يؤثر على المشهد السياسي الانتخابي بطريقة أو بأخرى؟ هل هذا سيكون له تبعات على إعادة انتخاب جو بايدن أو انتخاب دونالد ترامب؟
بكل تأكيد نعم، وبدأنا نرى بأن الأمر خاصة بالنسبة لليسار الأمر مهم جدا. رأينا طبعا الرئيس مايك جونسون يتدخل، وإذا نظرنا إلى المظاهرات والاعتصامات التي تحدث في تكساس في جامعة تكساس أوستن، الآن يتم دفعهم من قبل بعض المعتصمين من قبل الحاكم هناك، لأنهم شعروا بأن الشرطة كانت قاسية تجاههم بالنظر إلى أن مظاهراتهم واعتصاماتهم كانت سلمية. لذلك علينا أن نأخذ هذا في عين الاعتبار. هذه الدولة هناك حق لحرية التعبير، وإذا كانوا يتظاهرون ويعتصمون بسلام وكانوا منظمين، فحين نرى مقاربة قاسية تجاههم هذا فقط يزيد يشعل النيران، وهذا ما نشهده اليوم. أسوأ شيء يحدث في نيويورك ربما هو أن مايك جونسون حين ذهب إلى هناك للحديث وليلقي خطابا لأنه أساء للأوضاع، وبدأنا نرى الآن الأمور تظهر في تكساس، كما بدأنا نرى هذه التظاهرات تتوسع في كل الولايات. جامعة جنوب كاليفورنيا اعتقلت 39 شخصا وجامعة تكساس، والآن نرى أكثر فأكثر من المظاهرات تحدث في حرم الجامعات في كل الولايات. نعم، وصلت الصورة. ينضم إلينا هنا رافائيل كادريس، وهو ناشط في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، يتظاهر في هذه المنطقة أيضا أمام جامعة كولومبيا. باعتقادك ما الذي يثير غضب السلطات الرسمية؟ ما الذي دفعها للاستعانة بالشرطة أولا؟ وما الذي باعتقادك يدفع مايك جونسون ليقول بأن هناك حاجة لإرسال الحرس الوطني؟ تطلب لماذا مثلا الإدارة هنا غاضبة، ولماذا مايك جونسون يقول بأننا بحاجة إلى الحرس ليأتي؟ هل الدافع مبرر؟ أنا آسف، أحاول أن أسمع السؤال. هل باعتقادك أن الدافع الذي تحدثت عنه إدارة الجامعة وتحدث عنه رئيس مجلس النواب بأن هناك حاجة لإخراج المعتصمين بالقوة هو دافع منطقي جيد؟ هل تعتقد بأنهم منطقيون في مطلبهم هذا؟ لا لا لا. هل هناك حاجة لإدارة الجامعة لإخراج المتظاهرين؟ لا، بكل تأكيد المتظاهرون لديهم كل الحق والمسؤولية ليقفوا ليعتصموا ليوقفوا هذا الإبادة، وأكثر من 30,000 معظمهم من المدنيين، معظمهم قتلوا، نصفهم من الأطفال، نصفهم أطفال قد قتلوا. القنابل الآن تمد لإسرائيل من قبل الولايات المتحدة. الإبادة التي تحدث قد جعلت الولايات المتحدة ونحن كطلاب هنا في الجامعة، وهي جامعة مرموقة، الجامعات في جنوب كاليفورنيا، مينيسوتا، UCLA والعديد من الجامعات، هناك متظاهرون الآن يخاطرون بأن يعتقلوا وبأن تعلق دراستهم لوقف الإبادة، ومن الخزي بالنسبة للشرطة والإدارة هنا في الجامعة لأن يعتقلوا العديد من الطلاب. ولكن هذا يظهر لنا أولا بأن حكومة الولايات المتحدة تحتاج إسرائيل لتعزيز مصالحها في الشرق الأوسط وفي كل العالم، وهذا نظام من الرأسمالية والإمبريالية، وهم الآن يقمعون أي طالب يرونه يهدد نظامهم. نعم، نريد أن نبقى على الأقل الآن في هذا النقاش فيما يتعلق بالجامعة. هناك من يقول بأن هذه الاعتصامات والتظاهرات تهدد سلامة الطلاب اليهود في هذه الجامعة، ما تعليقك؟ فكرة بأن هذه المظاهرات معادية لسامية هذا كذب، إنه كذب. العديد من الطلاب الذين يتظاهرون ضد إسرائيل هنا في الحرم هم يهود. أنا عائلتي يهودية، ولكن كل واحد من عائلتنا يعارض ما تفعله إسرائيل، لأن إسرائيل لا تمثل مصلحة الشعب اليهودي.
كما قال بابا إيكان القائد الثوري بعد المحرقة، أسوأ شيء حدث للشعب اليهودي هو دولة إسرائيل. درس المحرقة كان ينبغي أن يكون بأنه لا يحدث هذا مرة أخرى لأي أحد. إذن نحن الآن دورنا مثلا ليعاني الآخرون. الآن قادة إسرائيل يتصرفون بنفس الطريقة كما فعل النازيون حين قادوا إبادة اليهود. رافائيل ابقى معي، سأعود إليك لأسألك أيضا عن تحديدا ما يتعلق بما يصدر من تصريحات عن المسؤولين الأمريكيين وعلاقة ذلك بالمشهد هنا في جامعة كولومبيا. أعود مرة أخرى لأسأل السيد إليوت مولين، باعتقادك هذا المشهد هنا هل يضر بحرية التعبير أن تدخل الشرطة إلى الجامعات الأمريكية، أن تتم المطالبة بإرسال الحرس الوطني؟ ماذا حدث للديمقراطية الأمريكية لتصل إلى هذا الحد؟ مرة أخرى أود التذكير بأن جامعة كولومبيا هي مؤسسة خاصة، والتعديل الأول لحماية هناك هو محدد فقط للحكومة، هذا ينطبق فقط على الحكومة. كولومبيا كما قلت الجامعة ليست الحكومة، هي كان يمكن أن توقف هذه المظاهرات. أنا أعتقد بأن هناك شيئا وسمعته علينا أن نرد عليه، هو يتحدث مثلا عن بعض الأشخاص. أظن بأن هذه عنصرية ما سمعته. 95% من اليهود هم صهاينة ويؤمنون بحق إسرائيل في الوجود، وحين نسمع المتظاهرين يقولون بأنه لا ينبغي أن توجد إسرائيل وأسوأ شيء حدث لليهود هو إسرائيل، هذا ليس صحيحا ولا يمكن أن نسمح لهذا الكلام. وهناك أيضا الطرف الثاني، سمعنا التهمة بالإبادة. الإبادة هي نية لقتل مجموعة معينة، وهذا ما فعل حماس في 7 أكتوبر. سيكون غير مشروع للقول بأن المحرقة مثلا ليست آخر إبادة لليهود. إذن الخطاب الذي يسمعونه الآن في الجامعات هؤلاء الطلاب اليهود بالحديث عن الانتفاضة وتوسيع الانتفاضة، هذه معاداة للسامية وتحريض عليهم، ونحن علينا أن نستمع طبعا لما يقولونه هؤلاء الطلاب اليهود. نعم، وهذا يعيد جدل آخر. عادة ما يتجدد كلما يحدث صراع سواء في الأراضي الفلسطينية أو حتى خارجها مع إسرائيل، وهي فكرة معاداة الصهيونية هي معاداة للسامية. إريك هام، باختصار لو سمحت، لو تعلق على هذه النقطة على وجه الخصوص، لأن هذا الموضوع على وجه الخصوص يفتح باب كبير من الجدل، خاصة في المؤسسات الأكاديمية حيث تنشط اعتصامات كالتي نقف أمام الجامعة التي تجري فيها في كاليفورنيا في تكساس. هذه النقطة كيف ينظر إليها إريك؟ طبعا المحرقة وتعريف طبعا معاداة السامية، والتي هي معرفة من قبل الشعب اليهودي وحتى من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، كلها تقول إن معاداة الصهيونية هي معاداة السامية. من المهم أن نقول بأن طبعا الفلسطينيين لديهم الحق في دولتهم. أنا أؤمن بحل الدولتين، ولكن لا أعتقد بأن هذا يأتي على حساب حياة ناس آخرين وحياة يهود آخرين وحياة. كما قلت، من المهم أيضا أن نشير إلى أن دولة إسرائيل هي موطن اليهود. نعم سيد مولين، أعذرني على المقاطعة، وأود أن أوجه السؤال لإريك هام مرة أخرى، أعذرني على المقاطعة، لكن كنت سألت إريك هام، إريك هل تعتقد بأن هذا النقاش الذي يجري الآن هو يمثل الجميع، بمعنى أن هناك مجموعات يهودية يبدو أنها تناصر الفلسطينيين ولا تعتقد بالصهيونية أو إسرائيل بمناصرة إسرائيل، ولا يجب عليهم أن يقوموا بذلك كما يقول بعض من التقيناهم اليوم، ما تعليقك على ذلك باختصار إذا سمحت؟ أعتقد أن ما نراه هنا هو أن هذه المظاهرات والاعتصامات الآن تخسر. هناك حرب تقع، ونعرف بأنه كان أكثر من 34,000 من الفلسطينيين قد قتلوا، ونعلم أن الكثير من الغرب يحذرون إسرائيل من مثلا غزو رفح، ولكن ما نراه يحدث في العديد من حرم الجامعات هذا لا يساعد في إنهاء النزاع ولا يساعد في خدمة القضية
الفلسطينية، إنه يفعل أشياء أكثر لإثارة الفوضى، ولا أعتقد بأن هذا ما يريدونه بكل تأكيد. إريك، أعذرني على المقاطعة وشكرا لك على إجابتك القصيرة. أعود إليك رافائيل. يقول إريك بأن هذا لا يساعد القضية الفلسطينية ولا يساعد الفلسطينيين. ما الهدف من الاعتصامات التي تقومون بها؟ يقولون بأنها بدون جدوى. هدف المظاهرات ينبغي أن يكون لوقف الإبادة التي تدعمها الولايات المتحدة، والآن الجميع ينبغي أن يقفوا ضد قمع تلك الأصوات المؤيدة للفلسطينيين في الحرم هنا وفي حرم الجامعات الأخرى. تتحدثون عن حرية التعبير. الشخص الآخر قال إن جامعة كولومبيا هي مؤسسة خاصة ولذلك حرية التعبير ليست مهمة هنا. هذه المعاهد تتحدث عن تبادل الأفكار، وهناك فكرة لا يحبونها حين نعارض الإبادة ثم يأتون بالمطرقة ضدنا. الولايات المتحدة ينبغي أن تكون بلد الحرية والديمقراطية، ويقولون بأنها مهد الحرية والديمقراطية لكل العالم. هذا كذب. أظن بأن هذا النظام مبني على الإمبريالية والرأسمالية والديكتاتورية، ولذلك يدعمون إسرائيل. أعذرني على المقاطعة. قبل قليل وأنت تتحدث مرة مجموعة من الشباب وقالوا إنك لم تزر إسرائيل ولا يحق لك الحديث بهذا. عادة هذه المشاحنات التي تحدث في محيط الجامعة وفي إطار الجامعة من المفترض أن تبقى سلمية وأن تقتصر على الحديث. هل لاحظت أنت حوادث اعتداء؟ هل لاحظت تحرشا ما في أحد ما من الأطراف؟ هل هناك ما يدعو للقلق على سلامة الطلاب أو بعضهم أو مجموعة من الطلاب في هذه الجامعة؟ كان هناك الكثير من المضايقات ضد الطلاب المساندين الفلسطينيين من قبل الصهاينة، وأنتم رأيتم قبل دقائق هذا يحدث. وكان هناك عدد كبير من المضايقات وحتى اعتقالات لهؤلاء المساندين للفلسطينيين. العنف الوحيد ضد الطلاب اليهود هو هؤلاء الطلاب اليهود الذين يقفون مع الفلسطينيين الذين يتم اعتقالهم ومهاجمتهم هنا في هذه الجامعة والجامعات الأخرى. إنه ليس وباء للعنف مثلا ضد الطلاب اليهود في هذا الحرم. هذا كذب لتبرير فقط القمع. أود أن أسألك أيضا، كيف تفسر لماذا تحاول بعض الأطراف الكذب؟ إذا كانت هناك أطراف تكذب كما تقول، تتهمها بالكذب، لماذا تكذب؟ لماذا تقول إنهم يتعرضون للتحرشات وللأذى؟ إنهم يكذبون لأن الولايات المتحدة هي الدولة الإمبريالية الأولى في العالم، وهم بحاجة إلى دولة إسرائيل لخدمة مصالحهم في السيطرة على الشرق الأوسط. ولهذا الولايات المتحدة تحت الجمهوريين والديمقراطيين تدعم هذه الإبادة، ولذلك الآن يقمعون ويلاحقون الطلاب الذين يرفضون الأمر. وهذا يظهر أيضا ضعف هذا النظام. لو أن الطلاب خسروا ولاءهم ليس فقط جامعة كولومبيا ولكن للنظام، فيمكن أن نحدث ثورة، وهذا ما ننظمه. وصلت الرسالة. أعود إليك سيد مولين، استمعت إلى ما قاله سيد كارديس رافائيل هنا، وأيضا الأزمة والسؤال المهم أيضا، إذا كانت الخيارات الأخرى والطلبات والمظاهرات التي خرجت منذ بداية هذه الحرب تطالب بوقف إطلاق النار لم تنجح، فهؤلاء الطلبة يعتقدون بأن هناك فرصة إذا ما اعتصموا في الجامعة بأن يضغطوا باتجاه وقف لإطلاق النار في قطاع غزة وبالتالي نهاية لهذه الأزمة. ما تعليقك؟ أعتقد بأن هناك شيئا آخر. هو دائما يتهم إسرائيل بالإبادة. هذا خطأ. 34 ألفا من الفلسطينيين قيل إنهم قتلوا، وطبعا الأرقام دائما تسقط في كل شهر. من المهم أن نفهم ما معنى الإبادة. إنه كما قلت نية لقتل والقضاء على فئة معينة. فعلينا أن هناك
وبالنسبة لنائب رئيس الجامعة قال بأن إسرائيل لا تريد أن تشن إبادة بكل تأكيد. إذن علينا أن نحذر في الكلمات التي نستعملها. وأنا أود أن تنتهي هذه الحرب وأن لا تحدث مرة أخرى، ولكن ما نريد أن نراه أن يتم إطلاق الرهائن. وبالنسبة مثلا للرهائن فحماس بكل تأكيد قد ارتكبت جريمة حرب وانتهكت طبعا معاهدة جنيف. إذن علينا أن نتحدث عن هذه الأمور. أما إذا تحدثنا عن مزاعم فينبغي يعني نحن نتحدث عن هذه الأمور، واعذرني على المقاطعة، سواء كانت من طرفه أو من طرفك هناك من يتحدث بدون أدلة، لكن أنت تقول بأنك تحب أن تنتهي هذه الحرب ولا يبدو أنها تنتهي، ولذلك تنتشر هذه التظاهرات. لو انتهت الحرب بالطرق التي كانت الولايات المتحدة والمسؤولون سواء في البيت الأبيض والخارجية وغيرها يحاولون أن ينهوا الحرب لما جاءت هذه الاعتصامات، هل تعتقد بأن ما يحدث اليوم هو نتيجة لفشل المستوى السياسي في الولايات المتحدة في إيجاد حل لهذه الأزمة، سواء ما حدث بعد 7 أكتوبر أو حتى أزمة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ عقود؟ لا أعتقد بأنه من المهم أن نعرف بأن الولايات المتحدة في هذا الصباح مع 17 دولة أخرى لديها رهائن في غزة أيضا دعت لإطلاقهم. فكما قلت هذه جريمة. الولايات المتحدة قد ضغطت كثيرا على إسرائيل، ولكن هناك طرفان، حماس بدأت ذلك، حماس يمكن أن توافق على وقف إطلاق النار، وحتى مصر عرضت اليوم مثلا، سنرى ما إذا كانت حماس تقبل ذلك، فالأمر في يدهم. لو أنهم يكترثون حقا بالفلسطينيين فعلى الجميع أن ينددوا بحماس لما فعلته بالفلسطينيين أيضا يوميا. نعم، هم بعضهم يندد. أعود إليك رافائيل، استمعت إلى ما قاله السيد إليوت مولين، تعليقك باختصار. هم يقولون إن التاريخ بدأ في 7 أكتوبر بالهجمات والرهائن وغيرها، ونعم تلك كانت جريمة حرب، ولكن إسرائيل كانت تقمع الفلسطينيين لعقود قبل ذلك. إسرائيل بنيت على التطهير العرقي في 1948، طردوا مئات الألاف من الفلسطينيين من منازلهم، وقادوا حروبا ضد الفلسطينيين، حربا تلو الحرب وضد المنطقة، وكانوا يقومون بعمل الولايات المتحدة القذر هناك بالقمع، وطبعا الولايات المتحدة وأفعالها القذرة في كل العالم. هذا العمل تقوم به إسرائيل نيابة عن الإمبريالية الأمريكية. ما فعلته إسرائيل بدعم الولايات المتحدة منذ 7 أكتوبر كان جريمة حرب على نطاق واسع. حوالي 35,000 قتلوا، الغذاء، الماء، الأدوية، قطع الوقود عن كل هؤلاء الناس. هذه جرائم وحرب، إنه عقاب جماعي، وهذا يدعم من الولايات المتحدة. ولذلك أنا أنظم وأدعو الآخرين لأن ينظموا أنفسهم ثورة هنا في الولايات المتحدة، الدولة ذات النظام القمعي الأكبر في العالم. نعم، وإلى حين ذلك كما سأل مولين، يقول كيف تساعدون الفلسطينيين بتحركاتكم، سواء كانت هذه الثورة تقصد بها على المستوى الشعبي أو تغيير الرأي العام أو غير ذلك. السؤال المطروح الآن، كيف تساهم هذه الاعتصامات في مساعدة الفلسطينيين في قطاع غزة؟ كيف يمكن أن نساعدهم؟ العالم كله ينبغي أن يثور لوقف هذه الإبادة. ينبغي كان هناك وينبغي أن يكون هناك تظاهرات موسعة في كل العالم لتطالب بوقف هذه الإبادة. نحن هنا في الولايات المتحدة نتحمل مسؤولية خاصة، لأن الولايات المتحدة هي التي تعطي إسرائيل الأسلحة وتعطي إسرائيل الدعم الدبلوماسي والفيتو في الأمم المتحدة. الولايات المتحدة هي التي تفعل هذا. نحن نتحمل مسؤولية خاصة كناس نعيش هنا للوقوف ضد هذه الحكومة، لوقف هذه الإبادة، ولننظم أنفسنا من أجل ثورة للتخلص من كل النظام.
رافائيل شكرا لك. والسؤال الأخير لإيريك هام، إيريك مما استمعنا إليه هل تعتقد بأن الإدارة الأمريكية واعية لما يجري من ضغط شعبي تحرك حتى على مستوى الجامعات وفي قطاعات مختلفة حتى في الشركات من قبيل شركة جوجل أو حتى بعض العاملين في وزارة الخارجية ممن استقالوا، هل هذه المؤشرات ستضغط على إدارة بايدن لفعل المزيد للتوصل إلى حل إنهاء هذه الأزمة؟ أعتقد أن بايدن يحاول أن يضغط بأقصى قدر، ونعلم أن إدارة بايدن أيضا تستمر في دفع الفلسطينيين ولتعلم العالم بأنها تقف أيضا مع إسرائيل. إذن هذه ستكون مشكلة سياسية لبايدن بكل تأكيد، نعم، ولكن لا نعرف كيف ستكون النتيجة والعواقب. نعم، إيريك هام المحلل السياسي كنت معنا من واشنطن، وأيضا إليوت مولين كنت معنا أيضا عبر الهاتف، والشكر موصول لرافائيل كاديس وهو ناشط مناصر للحقوق الفلسطينية. الشكر لكم جميعا على طيب المتابعة، والشكر موصول لكم أنتم مشاهدينا الكرام أيضا على طيب المتابعة. إلى اللقاء.